رمضان مبارك بنطلع عليكم مشاهدي تلفزيون مستقبل وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل انحاء الوطن العربي وكل انحاء العالم. بنقول لكم مساء الخير، بنقول لكم رمضان مبارك. مثل ما عم بتشوفوا اليوم حلقتنا الحلقه رقم 3 من نازلين على الساحه. مثل ما بتعرفوا انه قررنا بلحظه سريعه ننزل على الساحه، وتحديدا من وسط بيروت، وتحديدا اكثر من قدام ساحه النجمه، من قدام البرلمان. هالبرلمان الجديد قررنا ننزل ونعمل هالبرنامج مع جمهور عم بلبي الدعوه يوم بعد يوم. مثل ما عم بتلاحظوا بالحلقه الثالثه ما شاء الله جمهور كثير كبير، بدنا نرحب فيهم فردا فردا. موجودين معنا بوسط بيروت، طبعا كلنا سوا بدنا نرجع نحط ايدنا بايد بعض لنرجع نحيي بيروت ونحيي لبنان وننبسط، وهيدا لبنان اللي بنحبه، لبنان السعاده، لبنان الفرح، لبنان الثقافه، المسرح، الاعلام، الابداع والفن عند كل الناس. اهلا وسهلا بالجميع. مثل ما بتعرفوا بحلقاتنا نازلين على الساحه في معنا ضيوف بتحبون ومنحبهم، رح يكونوا معنا ونسمع منهم اغاني كثير حلوه وحوارات حلوه، وايضا رح نكون معكم باتصالات من الناس الموجودين معنا ببيوتهم عم بتابعونا، وكمان المشاركين معنا بوسط بيروت ان كانوا بالمطاعم كمان بكافيات وبالقهاوي او ايضا عم يحضرونا قدام المسرح. يا جماعه زقفه قويه واهلا وسهلا فيكم. بدنا حماس وبدنا نقول لكم الساحة كلها إلك، الساحة كلها. أكيد تحية كمان لفرقة الدراويش اللي عم بيرفقونا بكل حلقة من حلقاتنا من وسط بيروت وتحديدا عن ساحة النجمة. بكل حلقة بيكون معنا ضيفين، مثل ما بتعرفوا هالضيوف بينوروا لنا سهراتنا، وصار وقت نرحب بضيفينا بحلقة اليوم. الضيف الأول بحلقتنا نجمنا من زحلة دار السلام ومنبع الجمال والعلم والفن والكرمة، وأهلا وسهلا بجار الوادي وابن البردوني، أهلا وسهلا بالصديق العزيز وبصاحب الصوت الرائع الفنان، نقول الأسطى. يسعد مساك. يسعد مساك نقولها، واهلا وسهلا فيك معنا بنزلني على الساحة، وقال لك رمضان كريم. شكرا، ورمضان كريم على الجميع، ويا رب هالايام اللي جايه تكون ايام جمال وامان وسلام بوجود الشباب الطيب بنص بيروت. نحن هلا بقلب بيروت، صح، على المستقبل وينعاد على الجميع. اهلا وسهلا فيك يا نقولة. دائما نحن يعني تاريخ انا وياك على التلفزيون. أيوة. يعني اذا بدنا نعد كم مره ضيفي كان نقولها القصة، بدنا اكثر من اصابع. بيسعدني بيسعدني، انت بعتبرك وجه الخير. الله يخليك. الوجه المتفائل على طول. تسلم. وبتكب تفاؤل عند قلب كل الناس. شكرا يا نقولة. اهلا وسهلا فيك. شكرا أولى. وضيفتنا الثانية بحلقة اليوم من عالم الجمال قدمها للناس، فكانت ملكة جمال لبنان لعام 2001 وملكة الجمال الدولي لعام 2002. اثنيناتهم بال 2002. ملكة جمال لبنان 2001 و2002، سنتين. ماشي. سنتين. طيب خلص عرفي عن حالك. خرق الهيئة سنتين. هلا هي فعليا 2001 و2002، بس كريستينا صوايا هي ملكة جمال دائمة معنا بجمالها وبحضورها المحبب. بكمل ولا لا؟ كمل تفضل. ملكة جمال لبنان 2001
2002 وملكة الجمال الدولي 2002 صححي لي إذا في شيء غلط. هيدي مظبوطة. لكن بذكائها وجهدها ومواهبها العديدة قدرت توصل لتكون مقدمة برامج مميزة، ممثلة ناجحة، ومغنية داي بإحساس. سيدة أعمال راقية أيضا، أهلا وسهلا بنجمة الليلة أيضا كريستينا صوايا. ميرسي ميرسي، أهلا وسهلا فيكم. رمضان كريم على الجميع، رمضان كريم ميشو، على كل هالجمهور الحلو الموجود معنا اليوم، وعلى كل المشاهدين عم يحضرونا. يعني صراحة أنا بحب هني الدولة اللبنانية إنه رجعوا فتحوا مداخل بيروت ومداخل ساحة النجمة. لأنه بيروت من دون شعبها الحلو، من دون هالنبض يكون موجود فيها، ما بيكون لها قيمة. فأكيد تحية لكل الموجودين معنا، ورمضان كريم، إن شاء الله بيكون شهر مبارك عليكم يا رب. كريستينا أكيد نحن وياك رح نتحاور الليلة ومع نقول القصة، بس كمان بدنا نسمع منك أغاني كمان. أكيد صح؟ أكيد الله راد. فإذا سهرتنا اليوم عامرة على المشاهدين اللي عم بيتابعونا وحضورنا الكريم، وبذكر إنه كونوا جاهزين دايما لأنه بعد لحظات قليلة رح أطلب منكم صورونا سيلفي ببيوتكم. أنا ونقولة وكريستينا بقوم بقعد بيناتهم نعمل لك ونصور سوا، بدنا سيلفي منكم لإلنا، وواحد بيناتكم بيربح بعدها جائزة قيمة. أيضا الحضور الكريم بعد لحظات بطلب منكم كمان صوروا حالكم سيلفي، وضيوفنا نقولة وكريستينا بيختاروا واحد بيناتكم لأيضا يربح معنا جائزة قيمة. نقولة كيف لقيت لنا الجمهور اليوم بالحلقة الثالثة واليوم الثالث؟ شو معقول تهديهم هلا هيك شيء موال، بما انه طبعا نحن بشهر رمضان وبدنا اجواء فرح واجواء سعاده. مرحبت بشباب الفرقه الموسيقيه، اسم الله، لانه عج علي شباب الفرقه فردا فردا، من عند شادي ننتقل لبسام، من بعده لحسين، من بعده لكامل وطارق وجنن. اهلا وسهلا فيكم، ويلا لبولنا نقولا وعليهم. شو بدي اقول لهم؟ شو بدك تقول لهم؟ طلوا احبابنا، طلوا نسم يا هوا بلادي، بين ربوعنا حلوا ضحكة سهرات الوادي، بالفيات غنينا عالميات تلاقينا، عالارصان محلوا ينسانا الطير الشادي، نحن حكايات بيبانوا منا نغمات موالوا، نحن حكايات بيبانوا منا نغمات موالوا، لما نسمع تحلال بين الغابات بينادي، لما نسمع تحلال بين الغابات بينادي، يا بطل احبابنا طل نقسم يا هوا بلادي، بين ربوعنا حلو تحت سهرات الوادي، بالفيات غنينا عالميات تلاقينا، عالاقصار محلو ينسانا الطير الشادي، ضلوا احبابنا ضلوا ضلوا. الله الله الله، ثانك يو. اوه ممتاز ممتاز. خلينا نبلش بحوارنا نحن وياكم، الاولى من وحي اغنيتك مش هيك بحبه، الاغنيه الاخيره يلي كمان شفنا لها فيديو كليب مميز، عامل فيه لوك جديد كمان. نعم. وإشي حلو، وبتصور الكليب كمان لقى أصداء كثير قوية عند الناس. الحمد لله. برأيك في قانون أو دليل، يعني كتالوج للحب؟ أبدا. لكن كيف بحبه إذا هيك؟ مش هيك. إذا مش هيك بحبه، إذا مش هيك بحبه كيف بحبه؟ هلا لازم تعمل أغنية بارت 2، إنه أول وحدة بارت 1 كانت مش هيك بحبه. إيه بارت 2 هيك بحبه. هيك بحبه. عم نشتغل عليها، بس ليك إجمالا شو قصدك دليت علي ديو؟ بشتغل بيو، بس بدي هيدا على الهوا في اعتراف، بدنا نظبط الليفلز كيف بدنا نوقف حد بعض. ايه ما في مشكلة. انا بقعد كريستينا الوضع الوقفة حتى يعني لا اللزي وبتلبس كعب الآن. هلا تعال نعمل هلا للكاميرا هيك للمشاهدين، خلينا نوقف ثلاثتنا كريستينا بالنص. ايه. اوكي كيف الوضع؟ جربكم كيف الوضع؟ شو الوضع؟ اوكي مأساوي. بدك تطلع صورة؟ انا برأيي بنكمل فيكم تصوروا. ايه فيكم تصوروا. ايه اوكي هيدي صورة. ليه مش حلوين حد؟ ايه اهلا وسهلا فيكم. في اجمل منهم حد، مزينين. شو حاسة؟ مزينين. واحد على الشمال، سندي على الشمال وسندي على اليمين. ايوه كثير. خلينا نتابع حوارنا بتصور اسلم على الويب. فنقول نرجع لموضوع الأغنية الأخيرة، خبرنا عنها شوي وعن موضوع الحب، يعني بما أنه مش هيك بحبه يا خي كيف بحبه. هذه الغنية كلمات نعمان الترس وألحاني أنا وتوزيع وليد أبلين، والكليب من إخراج جورج بوعبدو. هذه أغنية حبيت فيها الكلمة كتير،
لانه كلمه فيها شعر وبنفس الوقت شعبيه. وفكرتها مش هيك بحبه، طلعت انه ايه صارت على الزحلاوي، انه على طريقتي بدي اعلمك كيف بدك تحبي مثلا. في عندي اسلوب صح، ما في شك. مثلا في اوقات بيكون ماشي عم يعني بيحضر الطريق بيشبقها باللبني هيك بيقول لها تنقبري بمقبرتنا؟ يا هيدي حتى يقول لها بتتجوزيني يعني؟ من الاخر يعني هيدي بتزحلق هيك بيطلب ايدها؟ بنوجه تحيه طبعا لكل اهالي الزحلة. تسلم لي تسلم لي. بالحب بالحب منا معادلة ماتيماتيكية ابدا، مش واحد واحد بيساوي اثنين، في ركائز معينة بتنركز عليها، بس كل واحد عنده اسلوبه. مثلا انا اذا بدنا نمشي على الرز الطبيعي تبع الحب، مش مرتي ما بتطيقني. اها مش لازم تطيقني يا لطيف، لانه انا ما بعرف لانه ما بعرف اعبر. تفهمني من جوا، من يعني بتعرف انا كيف بتصرف او الكلمه، بس اذا بدي اتكل على الكلمه ايه انه بحبك كل يوم الصبح حياتي، واو باكل قتلي كل يوم ولو وحده. لكن اقولها كل الزحلويه هيك؟ ما بعرف، يمكن ما بعرف، يمكن شكلهم عن جد مربى الاسودي. مربى الاسودي ايوه وزح يا دار السلام فيك مربى الاسودي عظم والله ما مننام الموت ببوز البارود. ايوه ايوه انا ما فت معكم بالغنيه، ما فت معكم بالغنيه لانه انا بطلع فيها على النهاوند ببلش. لا زحلي زحلي على السيجا اذا بتريد. على السيجا سوري، بس انا لانه بغنيها على النهاوند. سمعنا مقطع منها يلا. وزحلي يا دار السلام، نحن واعدين يلا. زحلي يا دار السلام فيك مربى الاسود على الطيب والله ما ننام الموت ببوز البارود. زحلي زحلي زحلتنا شرب العارة عادتنا والبردوني ميتتنا تعطي لذي وبرودة. زحلي يا دار السلام فيك مربى الاسود على طيب والله ما ننام موت بوز البارود. كريستينا من أغنية نقول القصة طبعا الأخيرة اللي كنا عم نشهد عيونا عيونا لكريستينا. شو هالعيون اسم الله، عيوني هالعيون عيوني هالعيون. أنا حبيتك من أول نظرة وكل شي لعيونك بهون بتمون ترم بتمون ترم بتمون لعيونك يا ميشو لعيونك. الله يخليكي. قبل بعد سمعنا لعيونك الصغيره من كريستينا، رح ننتقل لعند زميلتنا ناهد يوسف يلي كمان من بعد ما كانت معنا هبه ولارا، اليوم معنا طبعا الزميله ناهد يوسف يلي عم بتكون كمان بوسط بيروت عم بتشوف السهرانين بسهرات رمضانيه بالكافيات. بننتقل لعندك مباشره واكيد مع شخصيه هلال. سالوني كثير امبارح منو يا خيي هلال، لحقنا بهلال. هلال هو شخصيه رمضانيه بوسط بيروت وهلا موجود كمان الى جانب ناهد يوسف. مساء الخير ناهد ورمضان كريم. مساء الخير ميشيل، مساء الخير لكل جمهور تلفزيون مستقبل ولكل المشاهدين واللي هون، ورمضان كريم. ميشيل يعني قد ما بخبرك ما بقدر اوصف المشهد هون، العجقة مش طبيعية، ما عم نقدر نمشي من عجقة الناس هون. المطاعم نحن بنقول اكيد الحمد لله، اكيد بنقول الحمد لله، الحمد لله اكيد. المطاعم يعني رجعت الحياة، اشتقت لزوارها هون اليوم الحمد لله مفولة وين ما كان، من الحكواتي يلي عنده قصص للناس ما بتخلص، من فرقة الدراويش، من البوكس يلي في المساعدات العينة للناس الأطفال المحتاجة everywhere بكل الزوايا هون. ميشيل شيء رائع، هيدي هي المشهدية يلي كان بباله للرئيس الشهيد رفيق الحريري لما أعاد إعمار هيدي الساحة، وللأسف فضيت ببعض الأوقات بسبب صحيح الظروف صحيح الأمنية والسياسية اللي قطعت، والحمد لله قطعت بوجود طبعا الرئيس سعد الحريري يلي بجهوده عم بحاول قد ما فيه لإعادة إحياء هيدي الساحة. بدي أقول بعد شغلة الفت لا ميشيل، انه كمان بطلب من الرئيس الحريري شركه اتس ايفنتس يلي عامله كل هيدا الشيء الحلو اضاءت 25 مسجد ببيروت من ضمنها كمان دار الفتوى. يعني اليوم او بهيدا الشهر الفضيل مش بس الساحه هون مضوايه، حوالين الساحه كلها مضوايه باحلى زينه بهيدا الشهر يلي هو احلى شهر بالسنه. روح الحياه، روح الفرح بكل المطارح هون والزوايا بهيدي الساحه وحواليها.
اكيد اجواء من الفرح ما بتخلص هون، اكيد نحن معكم مستمرين مع طبيعي مع ناهد كبير من الجوائز والمسابقات، والعالم يلي من بعد ما عم تحضرنا اول وثاني حلقه عم تكثر نزلاتها لهون، صحيح بدنا نضلها مستمره. ناهد اكيد رح نكون معك خلال الحلقه، بنتشكر وجودك معنا، وبدي اقول انه كمان بعد لحظات رح يكون لهم كمان فرصه الموجودين معنا الفوز بجائزه يلي جايين من خارج بيروت او من بيروت كمان، رح يكون في عنا سحب على المحافظات مثلا مثل امبارح من محافظه الجنوب والنبطيه كمان ربح معنا اشخاص موجودين، ودعوه عامه للجميع تلاقونا الى وسط بيروت. بيروت أكيد. كمان بما انه اجواء فرح بدنا نقول مبروك للبنان، لانه كمان اليوم في انجاز لبنان كثير حلو تحقق من حوالي ساعه من هلا، وهي فوز المخرجه اللبنانيه نادين لبكي عن فيلم كفر نحوم بمهرجان كان السينمائي عن جائزة لجنة التحكيم، فتحية طبعا للسينما اللبنانية وللدراما اللبنانية ولكل يعني عم يرفعوا اسم لبنان بالعالي. بما انه عم نحكي عن الدراما وعن التمثيل، كريستينا لا شك انه كان عندك ادوار تمثيلية كمان، بس بنلاحظ انه كمان الدراما مرات تنتقد من الصحافة انه عم ياخذوا وجوه جميلة، انه دايما ملكة الجمال لازم تروح على التمثيل. لا مش لازم، مش لازم، بس لا في بعض الاحيان انه عم تنتقد انه الدراما عم تختار ملكات جمال دايما للتمثيل، فشو بترد عليهم شو بتقول؟ الشاشه بتحب انه الوجه يكون حلو ومعبر، يعني ما بيكفي بس يكون وجه حلو، بده يكون وجه حلو ومعبر، وبنفس الوقت بده يكون في موهبه، يعني فيها تكون ملكة جمال بس إذا ما عندها موهبة ما رح تقدر تثبت حالها بالتمثيل، أو فيها تكون جاية من أي مجال الكان إذا ما في موهبة ما فيها تثبت حالها، بينما الموهبة هي بحد ذاتها اللي بتثبته للشخص وبتثبت وجوده، إن كان بالتمثيل إن كان بالغنى إن كان بالتقديم، يعني مش ضروري واحد يكون حايز على شهادة لحتى ينجح ويبين، في ناس عندها شهادات معلقة شهاداتها على الحيط وبتشتغل بغير مجالات، وفي ناس ما عندها شهادة وقدرت نجحت وأثبتت صحيح. حالها، الإنسان لازم أول شيء يكتشف يشوف اذا عنده الموهبه ويشتغل على حاله ليصقل هالموهبه هاي، وشغله ثانيه كمان الاوبورتونيتيز اللي بتجي الفرص، يعني الفرص صحيح في امرار شخص بيجي فرصه هالفرصه بتخليه يبين موهبته ويثبت حاله اكثر وينجم أكيد. وفي امرار الفرصه بتتاخر لتجي، وفي امرار يمكن الفرصه ما تجي. نولا بتتابع دراما لبنانيه؟ بتتابع مسلسلات؟ عم تابع. شو رايك بالموضوع اللي عم نحكي عنه، انه موضوع انه الجمال اليوم بتلاحظ انه عم ياخذوا كثير جمالات، اكيد في منهم عم يبرزوا عم يلمعوا، صح. بس هل عندك تعليق بهالموضوع؟ مش تعليق، بس انا بقول انه اكيد بده يكون اول شيء بده لجمال الشكل بتسبق اي شخص ممكن يكون حده. يعني الشخص اللي بيكون جميل بتمثيله مع الوقت ومع الاقناع ببين انه شاطر بالتمثيل، بس كشاشه مثل ما عم بتقول تفضلت هلا كريستينا انه كطله اولى انا بقول لا، الجمال له اول فوته، بعدين الامتحان بيصير بعدين، يا بتكفي وفيها تملكك نعم، يا بتفشل بتضل شكل جميل ومش قادر تمثل، يعني ايه مش هين. كريستينا نرجع كمان من التمثيل، يعني اسم الله عليها كريستينا ملكة جمال وممثل ومقدمة، وبالاغاني كمان اغنيتك الاخيرة صعبة كتير، متعددة المواهب. اكتر شيء وين بتلاقي حالك بأي وحدة اكتر؟ هلا انا ملعب التقديم، يعني زميلتك اكتر. اهلا بالزميلي، اهلا بالزميلي. واصلا عندي خبرة اكيد بالتقديم اقدم بكتير من الغنى او من التمثيل. والغنى يمكن لو حدا شجعني على هالموهبه من زمان وقتها كنت بعد اصغر. انتين اكتشفتي قصه انه انت بتغني؟ انا مكتشفه من زمان، من ايام ما كنت بالبيت غني يعني بالكورالات. لا لا، من ايام ما كنت غني بالكورال، مش تحت الدوش ولا بالحمام ولا بالبيت ولا مع الشوبك ولا مع مدقة التوم. ايام ما كنت غني بالكورال بالمدرسه، مرات كنت غني سولو ومرات كنت غني مع الكورال كلها سوا. بعرف انه عندي الصوت، بس طبعا وقت اللي بنكون صغار بيكون في الخجل. صحيح هيدا الخجل انا ما لقيت حدا يساعدني انه اكسره. كنت خجولة يعني؟ اكيد، وبعدني لهلا مرات يعني بس كون عم غني. لا بصراحة هلا خليني معلم، مثل كلنا عم نعترف الليلة بكل شيء، بتعرف شهر رمضان ايه شهر رمضان ما فينا. بعدني لهلا مرات بتلبك، يعني بتكون مثلا استاذتي عم تمرني بتقلي حرام عندك صوت حلو، ارتاحي طلعيه ما تخافي ما تنقذي، في امرار اثبتيه، في امرار بنقذ. طيب كريستينا بنقدم منك هيدي الكمشة بتأثر على الصوت. نقولا تفضل كريستينا، طبعا حضرتك استاذ موسيقي وبتدرب كثير من الفنانين لكمان للالقاء وللاغاني، شو ممكن تعطيها هيك اي نصيحة. رومارك مثلا لكريستينا، نصيحه لكريستينا.
ما في مبدأ نصيحة. أنا سمعت الأغنيات، أغنيات مودرن عم تعمل الجو بالبقلة لشكلها لجمالها. مش يعني اللي انعملوا اللي سمعتوا وشفتوا بأحد المقابلات وأحد الحفلات بالبقلة عارفيني شو عم تعمل، مش إنه فيتي بالدور الطربي. لا دور الطربي لا، مش هذا مطرحها. بس مع إنه في مطارح معينة بالجملة البسيطة مرأة كم شغلة إذا اشتغلت على الطرب بعتقد بقعدة عود هيك ببيت عرواق بعتقد بتقول شيء، بس مش هذا ملعبها. كده رأيي معقول؟ هلا تقولي لنا شيء ولا مش انا بعرف شو عم بيقول استاذ نقوله هلا بما انه عم بقول استاذ استاذ هلا استاذ موسيقى لا بس انا عم نحكي هلا موضوع الاستاذ الحاج مزبوط عم بيقول شيء صح. انا اصلا ما بلاقي حالي كثير بالطرب، مش ملعبي يعني، حتى شكلا اذا بدك كمان ما بحس الطرب بيلبقلي، بحس شكلي اكثر اتجاهه الاشياء الفيوجن يلي فيها بين الاجنبي والشرقي اكثر ما انه طرب. هلا اذا كنا قاعدين بقعده او بمطعم هلا قاعدين بقعدين رح اسمعك رح اسمعك بعد البريك اكيد. اوكي رح نسمع منك كمان لايف ونسمع منك كمان شيء من اغانيك كمان صح. اوكي فاذا مشاهدينا مستمرين معكم من وسط بيروت وتحديدا من ساحه النجمه، الجمهور الكريم الموجود معنا واللي قاعدين ببيوتكم هلا دوركم بعد البريك لا تشاركوا معنا كمان بالمسابقات. بريك ونرجع لكم مباشره من وسط بيروت، خليكم معنا نازلين على الساحه. طبعاً نازلين على الساحة مع الحشد الكبير الموجود معنا، وطبعاً مفاجأة غير متوقعة أبداً وصول دولة الرئيس سعد الحريري طبعاً إلى وسط بيروت للمشاركة مع جمهورنا. بنقول له أهلا وسهلا فيك معنا بوسط بيروت وتحديداً إلى ساحة النجمة. ما بعرف إذا رح يتوجه لنا على المسرح، يعني هيدي مفاجأة غير متوقعة. اهلا وسهلا بدولة الرئيس طبعا ليشارك مع الجمهور الموجود معنا من كل المناطق اللبنانية مثل ما عم بتشوفوا عبر الشاشة، ليشارك فرحهم ليشارك معهم بهالشهر الفضيل لإعادة احياء طبعا العاصمة، لإعادة احياء وسط بيروت يلي فعلا كلنا بحاجة لإله، وكلنا بحاجة لعودة الحياة وعودة البهجة وعودة الثقافة والمسرح والفن الى بلدنا الحبيب لبنان. تحية طبعا الى دولة الرئيس يلي عم بتشوفوه على الشاشة قدامكم، وصوله الى وسط بيروت طبعا اسعد الناس اللي موجودين معنا بالمقاهي وبالمطاعم اللي عم يحتفلوا بالليالي الرمضانية. بنقول له مساء الخير، نورت كمان وسط بيروت، يعني اليوم فرصة حلوة انه تكون مع الجمهور اللي موجود معنا، وما بعرف اذا رح يكون معك وقت تشاركنا كمان على المسرح، بركي كمان بنعمل ديو مع نقول القصة وبنعمل ديو مع كريستينا صوايا وانا بغني معكم كمان هلا صار بده طلح باب مكملين شو معقول اي يلا نقولها من عندك طلح بابنا طلو بنعيدها يلا طلح بابنا طلو اهداء لدولة الرئيس سعد الحريري وطلح بابنا طلو نسم يا هوا بلادي بيض ربوعنا حلو تحكي سهرات الوادي بالفيات غنينا عالمياه تلاقينا عالاقصار محلو ينسانا الطير الشادي سوا لحبابنا طلو نسم يا هوا بلادي بين ربوعنا حلو تحكي سهرات الوادي بالفيات غنينا عالمياه تلاقينا عالاقصار محلو ينسانا الطير الشادي نحن حكايات بيبان إذا نغنان موالو لما النسمة تحلال بين الغابات بينادي لما النسمة تحلال بين الغابات بينادي لا 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 الفجر حكينا بين مروجنا الخضرة صار الورد ينادينا والأطيار عالميدان درو خضار درو العين فوق جبالنا الصمرة ضل الفجر حكينا نحن منبعيد
انا حديله عن حب جديد نحكي له عالصمر الغيل نوميله من خمر العين يسقينا عالصمر الغيل نوميله من خمر العين يسقينا ضلوا احبابنا ضلوا شكرا نورا القصة وبلا جديدة طبعا ترحيب بدولة الرئيس سعد الحريري اللي شرفنا الى وسط بيروت مثل ما عم بتشوفوا بهالمفاجأة اللي خصصها اليوم لساحة النجمة ولا برنامج نازلين على الساحة بنقول لك اهلا وسهلا فيك وبنقول انه ان شاء الله نرجع هيك نشوف لبنان مزدهر سياحيا وايضا شعبه كله مبسوط وسعيد ونرجع نشوف الاشياء الحلوة بلبنان هذا اللي بدنا اياه بدنا نحب الحياة وبدنا الشعب اللبناني يكون سعيد بكل المحافظات يا رب. من بيروت الى الشمال الى الجنوب الى البقاع الى جبل لبنان الى النبطية الى عكار وين ما كان بكل المناطق اللبنانية بدنا الكهرباء بدنا فرص العمل بدنا الامن والسلام بدنا طبعا كل الشعب اللبناني يكون سعيد ومبسوط ووصلين لحقوقه شكله دولة الرئيس جاي يكفي الحلقة معنا والله يعني أحلى مفاجأة هيدي بتكون يعني ثالث حلقة ميشو والثالثة ثابتة ثابتة طبعا محاط بمحبين ومحاط بمعجبينه بنقول له أهلا وسهلا فيك بوسط بيروت وما بعرف اذا كمان رح يكون الا الفرصه اليوم نقول له اهلا وسهلا فيك معنا بالحلقه الثالثه من برنامج نازلين على الساحه اكيد ما رح يبخل علينا ما رح يبخل علينا اهلا وسهلا نورت الدار والشمع الاحمر يضحك للنار اهلا وسهلا نورت الدار والشمع الاحمر يضحك للنار يا ليل وصال يا حلم وصال إفيفا 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 سعد الحريري يعني بدنا نقول فعلا ما شاء الله على الجمهور الموجود معنا اليوم بكثافه بوسط بيروت ومثائب انه الليله ليله سبت الكل حابين ينبسطوا والكل حابين يفرحوا ويكونوا طبعا باجواء رمضانيه ممتازه واضاف عليها طبعا دوله الرئيس سعد الحريري رونق اليوم بوجوده معنا بساحه النجمه وحاسه عم يتوجه لعنا على المسرح يعني فعلا مفاجاه الليله منيحه اوكي اكيد من حي الجميع من كل المحافظات اللبنانية واكيد بدي وجه تحية من القلب لشباب وعناصر الجيش اللبناني عناصر وضباط تحية طبعا لعناصر وضباط الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي اللي عم بيقوموا بالامن مش بس ببيروت انما بكل المناطق واكيد بنخص بالذكر يلي موجودين على الحدود وبالاوضاع الخطيرة وتحية ايضا لكل المصابين كمان اللي أصيبوا خلال الحروب نتمنى طبعا شفاء العاجل والمفقودين يرجعوا إلى أهاليهم تعرف يا ميشو في أحلى من هالجو ما هذا اللي بدنا إياه إحنا هذا اللي بدنا إياه عنجد زقفة لأحلى جمهور موجود معنا اليوم بساحة النجمة ببيروت نقول هذا اللي عم نجرب نوصله نحن إن كان من خلال برنامجنا نازلين على الساحة بوسط بيروت يعني اليوم وخاصة إنه باليوم الثالث اليوم وهيدا اللي بدنا إياه الفرح والسعادة والكل مبسوط هيدا لبنان هيدا العيد هيدا الجامع حد الكنيسة هيدا لبنان بقى تحياتنا للكل وناطرين كريستينا شو معقول تقولي هيك هلا بهالاجواء كمان بهالاجواء صراحه انا متفاجئه وناطره دولته لحتى يوصل هلا رح يوصل دولته رح يوصل اكيد بطل طالع معي شو بتقولوا هات لنشوف بيطلع لعنا على المسرح او لا ايه اكيد بيطلع لنشوف الجمهور بده دوله الرئيس سعد الحريري يطلع لعنا على المسرح اوكي خلينا نشوف بس بفتكر بعده مطول ليوصل لانه الجمهور كله عم يتصوروا معه فاذا بنرجع نطلب هالمره شخصيا عم بطلب منك دوله الرئيس تنضم لنا على المسرح باسمي وباسم طبعا الفنانه الاولى القصه وملكه جمال لبنان السابقه والدائمه دائما كريستينا صوايا والجمهور الكريم كمان عم بيطالب فيك تنضم لنا على المسرح بتكون لفته كثير حلوه من حضرتك تكون معنا وايضا تحكي كلمه للجمهور اللبناني بهالاجواء الرمضانيه هلا بين فنانه وفنان صار دولته لازم يغني لنا كمان 100% اكيد اكيد هلا خليه يصلي عنا على المسرح واتركيه علي
فاذا كمان محاط بالمعجبين، بتصور كمان عم يتاخر لوصوله اذا بده ينضم لنا على المسرح بهالوقت. ممكن نعمل شيء اهداء بركي راجع يتعمر لبنان، شو رايك الاولى؟ ليش لا؟ اوكي ليش لا؟ بدك ببلش لك اياها انا على سيجا عريق وراجع راجع عريق ري دو دو مع الزافي راجع راجع يتعمر راجع لبنان راجع متحلي واكتر اكتر مكان راجع راجع يتعمر راجع لبنان راجع متحلي واكتر اكتر مكان هلا يابا هلا يابا راجع لبنان يابا راجع لبنان وهلا يابا وهلا يابا راجع لبنان هلا يابا وهلا يابا راجع لبنان لا 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 شدي معنا يا سنود البيروتي شدي معنا عالدمي وعلى الغني رجعنا رجعنا عالدمي وعلى الغني رجعنا رجعنا ويا سنود اللبناني شدي معنا عالدمي وعلى الغني رجعنا رجعنا عالدمي وعلى الغني رجعنا رجعنا نحن صفينا مني والله معنا دبكتنا إنسانية عونة إخوان هلا يابا هلا يابا راجع لبنان هلا يابا هلا يابا راجع لبنان راجع راجع يتعمر راجع لبنان راجع متحلي وأكتر أكتر مكان راجع راجع يتعمر راجع لبنان راجع متحلي وأكتر أكتر لا 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 مارد يبحك الريح يا بطلتنا الكرم الواعد بعد تلاويح بشر بالصيف الوارد موسم حرزان هلا يابا هلا يابا راجع لبنان هلا يابا وهلا يابا راجع لبنان راجع راجع يتعمر راجع لبنان راجع من حدي واكثر اكثر مكان راجع راجع يتعمر راجع لبنان راجع من حلي واكثر اكثر مكان هلا يابا هلا يابا راجع لبنان زلغوطه زلغوطه هلا يابا وهلا يابا راجع لبنان من نص بيروت هذا الجمهور الحلو يلا زعفوا زعفوا ايوه 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 دبكتنا عونة اخوي صورة ومضمون دبكتنا عونة اخوي صورة ومضمون صورتنا همي ونخوة تفرح العيون صورتنا همي ونخوة تفرح العيون فيها المسمى اللي بتضوي القلب المحزون بعيون الغاصي بقوة ترد العنوان هلا يابا هلا يابا راجع لبنان هلا يابا هلا يابا راجع لبنان هلا يابا هلا يابا راجع لبنان هلا يابا وهلا يابا راجع لبنان لبنان
شكرا نقول القصة، وبدنا نرجع طبعا لمتابعة حلقتنا، لأنه دولة الرئيس سعد الحريري بعده عم يعمل جولته إلى المطاعم والمقاهي ليسلم على السهرانين طبعا بالسهرات الرمضانية. مثل ما شفتوا كانت فعلا مفاجأة لحد هلا، ونقول لدولة الرئيس كرستك صارت جاهزة عنا على المسرح إذا حبيت تنضم لنا من بعد ما تسلم على الأشخاص طبعا والمحاطين بك. بنعود معنا لمتابعة حوارنا، وعلى فكرة كريستينا فتحة عسابة فتحة لايف من عندها. هلا رجعنا لايف. نحن هلا طالعين لايفين على الفيوتشر تي في وعلى الانستا، طالعين على الفيوتشر تي في مباشرة وعلى الانستا تبع كريستينا، وطالعين على الفيسبوك بيج تبع الفيوتشر فيوتشر بيج، وعندي كمان لايف كمان، وعندي الأولى، وبدي أقول كمان يلي عم نصورهم أنا فيكم تشوفوهم كمان على ستوري عندي على misho.show misho.show. نولا القصة هلا صار عندي موهبة جديدة كمان ميشو، صرت كمان بصور كاميرا وومن. يعني كريستينا صوايا ملكة جمال، ممثلة، مؤدبة، مغنية، وبأوقات فراغها بتصور كمان، وعم تفتح محطة على حسابها كمان. نقول على أبواب الصيف نحن، وطبعا الصيف معروف بمهرجانات وبالضياع وبالمناطق اللبنانية، أكيد بدنا نوجه تحية لكل المناطق اللبنانية وخاصة هلأ بالجبال عم يتحضروا وهيك. وين ما كان شو بتحب تقول بخصوص يعني هالصيف صيف 2018، شو بتتمنى، وهل عندك كمان جولات كتير خلال يعني الصيف؟ يعني نحن شدنا هلأ آخر فترة الانتخابات، صار في مثل جو للديمقراطية، كل شيء بيشوبوا شوية شوبات يعني اشياء، بس بالنهاية في جو تحسه فرح، صار في حرية، صار في يعني القانون اللي انعمل صحيح في شوية ثغرات معينة، بس عطى خطوة لقدام انه خلى الواحد يعبر عن ذاته، يحبر شو بده. بلشت من هون الاجواء الايجابية بالنسبة لي انا، ولا ان الله راد نحن بشهر فضيل ان شاء الله بينعاد على الجميع، ويكون شهر تسامح ومسامحه ومحبه بين كل الاطياف اللبنانيه، ليس فقط المسلمين اصحاب العيد، يعني كلنا بنعيد العيد مع بعضنا يعني، وبنتشارك اعيادنا. وهلا ان الله راد جاي المونديال بعد شوي. صحيح، كمان في عندنا المونديال. انت مع مين؟ انا مع اللي بيربحوا. البرازيل. انا مع اللي بيربحوا بنتائج 7-1 و5-0، ويعني هاودي معهم. ايه طبعا. انا مع الارجنتين. اوكي. انا ارجنتين. انا ارجنتين ماي سكند تشويس بعد البرازيل، والثالثه اسبانيا. بس 7-7 كثير قاسي كانت مرت الماضي 7. وجاي الصيفيين الله راد بلشنا ارتباطات، انا عندي بواحد تموز رح كون بافتتاح مهرجانات الكرمي بزحلة بالبارك البلدي، ان الله راد رح كون بواحد تموز بزحلة يعني عندك شو رح افتتح ايه عند اهلي عند بيتي ان الله راد، وعندي اكثر يعني بلشنا صرنا اكثر من 6-7 مهرجانات اوريدي مرتبطينا، وان شاء الله الصيفية تكون بالتوفيق لك، وان شاء الله تكون عامرة لك ولكل الفنانين وللبنان يا رب. كريستينا كمان بالمهرجانات صرتي عم تنطلبي كمغنية مش كمصورة، كمصورة يعني هلا من بعد حلقتنا اليوم رح يبلشوا يدعوكي كمان هلا للتصوير. بنطلب كتير كمان كمقدمة. يعني حسب. اكيد طبعا حسب، مرات بنطلب كمقدمه، مرات ممكن انطلب كمغنيه، بس اكيد دائما كمغني بده يكون معك شخص مدير اعمال او ايجنت. نعم. لحتى هو ينسق لك هالامور. هلا انا بعد بينقصني هذا الموضوع انه ايجنت ما عندي، مدير أوكي. اعمال ما عندي، بس اكيد عم بيتم التفاوض على هذا الموضوع، ان شاء الله انه بتزبط. هلا كريستينا ونقولها طبعا في ناس عم بتابعونا بوسط بيروت موجودين معنا، بنرحب فيكم مره جديده، وفي ناس عم بتابعونا ببيوتهم بكل المناطق اللبنانيه. في عنا لعبة نحن هلا بقوم بقعد بيناتكم وبنعمل لك ثلاثتنا سوا سيلفي، يلي قاعد لا مش سيلفي، يلي قاعد ببيته هو بده يصور سيلفي، بده يصور حاله ونحن معه مع الشاشة ويبعتها على الرقم 70 970 911 70 970 911، واول صورة بتوصلنا على الواتساب طالعة صورة نظيفة وحلوة، طالعة شو انت بالنص ابوها. مش هيك؟ طالعين منيح وكله تمام. بدنا نعمل لك بس بدنا نطول شوي لحتى يلحقوا. فانتم ببيوتكم هلا جهزوا تليفوناتكم، وقفوا قدام التلفزيون اللي بقى سيلفي، بس طلعونا حلوين الله. يعني كريستينا كيف ما طلعتي؟ اكيد رح تطلعي احلى منه. اذا بتريد كل واحد يحكي عن حاله. اذا بتريد. هالقد الاولى تواضع. انا واثق من حالي. يلا جاهزين بكونوا جهزوا ببيوتهم. وهيدي الك. الجمهور بيقول الساحه كلها الك. الك. قديه بدنا نضل بعد؟ بيكونوا صوروا، شو رايكم؟ صورتوا؟ اوكي صوروا. بعد شوي، بعد وحده. بعد وحده. الساحه كلها الك.
الجمهور بده وحدة أقوى، الساحة كلها هيدي هي. فإذا أول شخص يوصل لعنا بالواتساب بيبعتوا على 70 970 711. هلا نعرض له بعد البريك صورته وبيربح معنا جائزة. كريستينا لحظة، شو هي الجائزة؟ بس الجائزة خليني اشوف لك شو هي الجائزة. تبع الصورة هي قيمتها حوالي 1000 دولار، اشتراك سنوي بأتلانتس جيم. حلو كثير، شو نايس، منيحة. ايه يا ريت انا مين بده يعمل جيم وكذا، انت بدك تعمل جيم، انت كلام عينك. كريستينا بننتقل هلا لجيم الاصوات والاغاني. جيم كاري شو بدك تسمعينا وتسمعي الجمهور الموجود معنا؟ هلا بسمعكم شي اغنية من اغنياتي اكيد، اذا بدكم. انا دايبي، انا دايبه اكيد، هيدا اول اغنيه لنا كلنا دايبين كل دبنا وانا دايبه بوجودكم اكيد. وهلا بدي ارجع اذكر مره جديده، بس صور هلا نحن لايف على الانستغرام misho.show، فيكم تشوفون على ستوري مع كريستينا سوايا كلنا سما. بس اكيد بدنا حماس للجمهور، اكيد جمهورنا زقف لكريستينا وكلنا سما. تفضلي. بتقلم ما تلاقيني، بتعال حتى تردد.
واقف بدنا مليون سنة لنعرف انت مين وكذا وهيك. ليش بينبقلوا؟ بنعود لمتابعة سهرتنا طبعا اليوم، الأجواء السعادة وأجواء البهجة موجودة معنا بوسط بيروت وتحديدا من ساحة النجمة بحلقتنا الثالثة من نزني على الساحة مع ضيوفنا يلي منورين المسرح. هيدي جوابا على تعليق هذيك الساعة، قد ما نحن مبسوطين فاتحين على حسابنا. بدك ترجع تعديلي لانه حكيوني بدينتي. قد ما نحن مبسوطين، هي جوابا على شو انت قلت هذيك نعم. الساعه نحن فاتحين على حسابنا 100%. ما في احلى من البساطه. بما انه فاتحين على حسابنا، في عنا شخص ببيته فتح على حسابه وصورنا صوره كثير حلوه. المهم طلعت اوكي على الواتساب وبعثنا اياها، رح نشوف الصوره ونقول اسم الفائز. هيدي هي الصوره، ليك هو وينه مبين، شفتوه؟ ايه مهضومه. اوكي، فاذا اسم الرابح خليل محمود بولاد. بولاد خليل محمود. خليل بولاد مبروك، جايزتك من بولاد يا محمود، يا خليل محمود بولاد. شو راضي عن الصوره كريستينا؟ ما بها شيء، حلو. نقولها لكن قولها زبطه معك منيح. لك انا اللي زبطه معك. ايه زبطه معك. انا طالعه شوي اوفر على الضو. ايه طالعه شوي يعني فوق بياضه طالعه. ما لانه انت انت مضويه وفوق الدكه ضو ولا بزحلي. بنقول مثل شق اللفت. ايوه. ما بقول له مبروك لخليل بيربح معنا من مبروك له. الجيم يقوي حاله وكذا. قوي حالك يا خليل. اتلانتس الجيم بقدم له اشتراك سنوي بقيمه $1,000. مبروك. سنوي اشتراك سنه. اشتراك سنوي. سنوي. لا اوكي اشتراك سنه. يا خي تكرم عينك. حتى انت انه بس مش مفهومه يا جماعه. يا خي سنوي يعني مقبوله منك لولا. هلا ايضا في عنا دور الجمهور الموجود معنا بساحه النجمه، في عنا هيدا البوكال طبعا. الموجودين معنا هون من كل المناطق اللبنانيه، مين موجود من بيروت؟ بيروت. مين موجود من الشمال؟ انا. من الجنوب؟ من البقاع؟ ما سمعونا صوتكم بس بترفعوا ايديكم بس لنشوفكم. على كل كريستينا رح تسحبي لنا جبل لبنان. جبل لبنان اكيد. هلا المحافظات موجوده بالبوكال. في حدا من دهور الشوير مثلا؟ بعد ناخذ اتصالات. لو حكينا عن كريستينا رح تسحب عن دهور الشوير شوي. 100%. لازم اعمل لها غنيه للدهور كمان. فيني احكي خذي يلا تفضل. كريستينا بدك تسحبي على اول محافظه. اول شخص موجود معنا بيرفع ايده بيصرخ بيعمل شيء ومعه التذكره تبعه، بس بدي اشوفه لنطلع يطلع لعنا. شو نملت ايدك؟ لك يسلم لي ايدك انا. سلم لي النمل اللي بيمشي على ايدك. اول محافظه نبطية. محافظه النبط. مدام معك التذكره؟ معك التذكره؟ تذكرتي؟ اتفضلي لعنا على المسرح. مدام النبطيه، على فكره امبارح طلع معنا كمان شخص من النبطيه، مدام سوسن، وصرنا نقول له يلا يا سوسن. سوسن بدعت امبارح. نقول المحافظة الثانية. هلا وين بنحطها على جنب لما نرجع نسحبها مرة ثانية؟ بس تيسحب نقولها. لا بس لما نسحبها مرة ثانية بعد في لا ما في مشكلة. كل يوم بيومه. اوكي. محافظة لبنان الشمالي. لبنان الشمالي، مين من الشمال؟ الشمال. المدام الموجودة هون، اوكي معك التذكرة كمان، يلا تفضلي لعنا. فإذا طلعوا لنا من محافظة الشمال ومن محافظة النبطية، رح ينضموا لنا ورح يلعبوا لعبة مع ضيوفنا. هلا كل صبية بيناتهم بتختار، وحدة بتختار فريق كريستينا صوايا ووحدة بتختار فريق نقولها القصة. اوكي. بطرح على كريستينا 15 سؤال. على كل حال انا ونقولها مش قاسمين. طيب خلص طول موند اغانيه. بما انه اليوم حلقتنا يعني تغير الكوندكتور تبعها. اوكي. فلتكن. بوصول طبعا دولة الرئيس سعد الحريري الى وسط بيروت. بس ما شفناها. كملتها كريستينا. يلا. اوكي. طول موند اغانيه الكل ربح. فاذا بانتظار بانتظار يوصلوا لعنا كمان الضيفتين من النبطية. تفضلوا يتفضلوا اكيد صرنا جاهزين. بنعطيهم زقفة قوية. تفضلي مدام. يا اهلا وسهلا. في عنا من زحلة هون بس وينه؟ في من زحلة. ايه اكيد في من زحلة من كل المناطق. ابو جريج وينك ابو جريج؟ اهلا وسهلا بالجميع. مدام تفضلي. اول شيء مساء الخير. هذا الميكرو لك. مساء النور. مساء النور. مرحبا. رمضان كريم. اول شيء المدام من محافظة النبطية بدنا نشوف التذاكر تبعكم. هيدي واحد. هلا ما في على اسم الكريم. لا لا ما في. لا الاعمار ما رح نطلع فيها. شخصية اذا بدك. مواليد 1980. ميسي. ظبطت لك اياها. اوكي بس المنطقة وينها؟ المشكلة صرنا يا حي على الأخير. حي السراي النبطية. خلص أنا أمل نافيجيشن. تأكدين أن مواليد 80 من بلد. أوكي بس ما دام بتعرف على اسم الكريم. أمل ناصر مواليد 80 كمان. أمل ناصر نبطية. أمل ناصر من نبطية. أهلا وسهلا بأمل. أهلا وسهلا. وكمان المدام اللي معنا من الشمال. وين مكتوب الشمال؟
القوة على القفا بلا معلمية عليكم. ما بتاخذوا قرط تذاكر يا دلي؟ مش عارفين مدام ذكروا بليز الاسم الكريم. ياقوت الاحمد. ياقوت الاحمد من وين؟ من مشتى حسن عكار. من مشتى حسن من عكار. من عكار. لحظه، نحن عندنا محافظه الشمال، في عندنا محافظه عكار، صارت عكار محافظه. مين قال؟ انا بعدني على دين. شو هلا مشيه؟ بعدنا على الشمال. من مشيه؟ طيب يلا من مشيه. اوكي، انا زلمه بياقوت وبي امال ناصر. تفضلي امال. اي فريق بدك تنقي، كريستينا ولا نقولا؟ لا، مين سحب لك الاسم؟ سحبت كريستينا. نبطية سحبتها كريستينا. مع كريستينا. اوكي، وياقوت مع يكون وجه عليك اذا هيك. يا هلا، رح نبدا بالاسئله. 15 سؤال لكريستينا و15 سؤال لنقول القصه. اللي بيجيب سكور اعلى جاهزه بتربحوا 100 دولار كاش بتستلموها دغري مباشره، وايضا اللي بتخسر ما بتطلع خسرانه كمان، بيطلع لها جايزه عباره عن دعوه للافطار لاربع اشخاص بمطعم زنود الست باوتيل لانكاستر. بس بدي اوضح شغله، انه لازم نتشاور قبل ما نجاوب. ايه انتبهي، معك وقت. يعني اذا بتتاخري بالمشاورات أوكي. بتخسري وقت. اذا ما لقوا تاني وما جاوبتي أوكي. وفيكم تقولوا باس. اذا انا مش اكيد انت بتجاوب ساعتها. يلا اوكي، جاهزين؟ جاهزين. فاذا على الاوبا بدنا نقول لهم 3 2 1 اوبا. اوكي، بنبلش بالاسئله. اوبا على الاوبا. قولي لها اياها كيف تطلع معي كريستينا. اوبا يا وديع. شو هالاوبا هيدي؟ شو هالاوبا هيدي يا كريستينا؟ جاهزه كريستينا؟ جاهزه امال؟ بنقول لهم 3 2 1 اوبا. بلش ساعدونا. دقيقتين بلش. السؤال الاول لمين؟ عرس مين كان اليوم ببريطانيا وشغل الدنيا كلها؟ الامير هاري. الامير هاري ومين؟ ميغان. اجابه صحيحه. اول اجابه صحيحه. ماركل. السؤال الثاني، كيف بيستقبلوا شهر رمضان المبارك باندونيسيا؟ باندونيسيا. باس. السؤال الثالث، اكملي غناء للسيده فيروز. ندهني حبيبي جيت بلا سؤال. ندهني حبيبي جيت بلا سؤال. الأولى الوحيدة اللي ما في ساعدة ده بعدك. يعني عم بجربوا يساعدوك. أمال من يوم سرقت. من يومي سرقني وجيت من نومي بلا سرقني. سؤال من نومي سرقني وجيت بلا سؤال. شيء لا، من نومي سرقني. يومي سرقني من نومي. راحت البال. جابت صحيحة. معقولة؟ خبرتها أنا. كريستينا شو القصة؟ بس صوت الأمال مش عم نسمعه، إذا فيكم تعالوا له إياه بدنا نسمع كلنا سوا. سؤال رابع، كم بيضة يستطيع الديك أن يبيض يوميا؟ ما ببيض الديك يا زلمة. إجابة صحيحة. سؤال، طب يلا السؤال الخامس. شو هو الشيء؟ بيمنا ممكن يبيض. شو هو الشيء اللي له أسنان وما بيعض؟ مشط. طلع شارك. مشط. شو هذا يا خيي؟ اتركهم، ما تساعدون. السؤال السادس، شهر رمضان مساعدة ومحبة. اكملي هذا المثل، لو كانت الرجولة شنبات كان الصرصور. كان الصرصور سيد رجال. اجابة صحيحة. كمان السؤال السابع، الك وبتستعملوا الناس اكثر منك. اسمي. لك تبلش. انا اسمي كريستينا بس ما بعيط لنفسي، انتو بتعيطوا لي. يلا الوقت بعد، في عنا 19 ثانية. السؤال الثامن، سكر دينيك. سؤال بيقول، بأي أغنية بتمرق جملة والمي مقطوعة؟ يا مرأة طواحين والمي مقطوعة، خايف لتكون الطواحين والحلوة يدوعة. ويا مرأة طواحين. ما طيرت فيشو. خلص الوقت اصلا. لا قولوا خلص الوقت. ما لي عطوها بعد شان. ما بدكم تعملوا جاي من النبطيه بعد، عطوها سؤال. ما فينا سؤال. نو ليه؟ نو لحظه قولي لي. توا تو جنتل. قولي لي بعد بليز. سيل تو بلي. بلس 1 رح يطلع لك. بلس 1 بدون سؤال. اوبا يا ميسو. ان شاء الله نقدر نجاوب. ثمان اسئله لنشوف كم اجابه صحيحه. 7 اجابات صحيحه. برافو. 7 من 8. برافو. برافو كريستينا. برافو امل. اوكي، رح ننتقل لعند نقول القصه. تفضل. وياقوت. ياقوت بدكم تعملوا اجتماعات انت من اولى ولا ماشي الحال؟ ماشي الحال. ماشي الحال. شوف حدا بيردنا ولا بس بيرد الست
كريستينا على اسمي اوقات بنسي عادي. في عنا شخص هون موجود بالجمهور، رجاء خاص خفف لنا صوتك شوي. لا والله لا، اذا هلا ما بيعطينا معناتها هو جاي مع صوتك. خذ راحتك حبيبي، خذ راحتك. هلا انا بتعرف شو بدي هلا، بس سمعني صوتك على الاوبا. اوكي معنا دقيقتين لنقول القصه وياقوت. جاهزين على الاوبا؟ بنبلش 3 2 1 اوبا. بلش الوقت والسؤال الاول، مين هي المطربة المصرية الشهيرة اللي هي اختها لسعاد حسني؟ نجاة الصغيرة. على فكرة بس شاطر يا خي، اطلع لعندي، اطلع لعندي، جيبوه في شب، خليه يطلع لعندي، اطلع لعندي، خليه يطلع لعندي. السؤال الثاني، السؤال الثاني، أي دولة استضافت كأس العالم بالفوتبول عام 2014؟ برازيل. البرازيل جاب صحيح. السؤال الثالث، أغنية للفنانة هدى بتبلش برزق الله. رزق الله على العربيات وايام العربيات من بيت جدي لبيت جدي ثلاث ساعات. سؤال رابع، كل كم سنه يفترض انه تجرى الانتخابات النيابيه بلبنان؟ كل اربع سنين. اربع سنين. كل اربع سنين. جاب صحيح. السؤال الخامس، اكمل المثل التالي، اذا اشتغل بالطربيش بيخلقوا الناس بدون روس. اجابه صحيحه. حلو. سؤال سادس، قدير شو اسم القمر المكتمل؟ بدر. البدر. شو هو الذهب الاسود؟ البترول. البترول. هلا عم يطلع طلوع البترول. مين عنده عدد اكبر من الفقرات برقبته، الانسان او الزرافه؟ زرافه. اجابه خاطئه، عندهم قد بعضهم 7 فقرات. والله بدي اقول انا مثل بعضهم. يا اوجو انتوا فريق واحد. السؤال التاسع، اكمل المثل، تغدى وتمدى تعشى وتمشى. وتمشى. اجابه صحيحه. مين المطربه اللبنانيه الراحله اللي كانت بطله مسرحيه بنت الجبل؟ سلوى القطريب. سلوى القطريب. اجابه صحيحه. شو هو اعرض نهر بالعالم؟ لا 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 لا، مش المسيسيبي. امازون. امازون. اجابه صحيحه. كم عدد ايام السنه الكبيسه؟ 266. إجابة خاطئة. إجابة خاطئة. 366. 266. يا حبيبي. 366. نحسب له إياها صح أو غلط؟ صح ولا غلط؟ صح أو غلط؟ غلط غلط غلط. رح نحسبها نص. نص. يا معقولة 200؟ يلا سؤال جديد. اسمعي هذا السؤال كريستينا. سؤال زيادة. مين قدم برنامج أجواء على شاشة التلفزيون مستقبل سابقا؟ برنامج اسمه أجواء. مش أنت؟ لا. مين؟ كريستينا. بس الوقت وإجابة خاطئة لأنه قلت أنا. ما تبلش له. لا شو بدي رجعه. هلا بما انه الاولى ربحنا بموضوع انه يحكوا له يا صح. كريستينا اسمعي هلا خبريه. بما انه الاولى قال لي لا قام علي ولا هيدي صح وكذا، رح نقول انه سالني 13 سؤال جاوبوا 2 صح. نعم. اخي انا الحكم. ليك فار دمي انا فار دمي. يا الله. الاجابات الصحيحه عندي 10 صح. يس. فاذا الفائز معنا بيكون نقول القصة وياقوت. مدام ياقوت انا برايي لازم تفضلي لعندي لو سمحتي. ميشو لازم تربحون اثنين. اكيد اثنين رح يربحوا، لانه أكيد. 7 من 8 ما تعتلي هم، و10 من 13. اول شيء مدام ياقوت اهلا وسهلا فيكي، انتي من عكار. جاي من عكار خصيصا. انا مقيمه هون، انا اعلاميه مقيمه هون. مقيمه ببيروت. وانت ومين موجوده معنا هون؟ ماما واختي. وين الماما؟ مرحبا ماما. صديقتي. اياها الماما. ماما يا ماما. عم بدي اقول بس شغلي اذا بتسمعي. يلا هلا هلا. ماما. لك يا ماما. ايوه. عينين الحلوة اخذوني. يا ماما. وماما يا ماما. وانا بلا بوسوار للماما اذا عم تحضرنا كمان. قال لكنا نحن بنبرم ورا سعد الحريري، الشيخ سعد، لانه بدنا نصور معه ما كنا نوصل له. هلا بس اجي على المسرح يا ماما بتتصوري معه، اذا اجي على المسرح، اوكي؟ طيب، مدام ياقوت بقول لك مبروك، $100 كاش بتستلميها مباشرة، شكرا لحضورك واهلا وسهلا فيكي، مدام امل تفضلي لعنا. مبروك. هيدا الميكرو تبع الغنى الأولى. مبروك. اوكي، امال اهلا وسهلا فيكي، بس خليني شوف شو هي جايزتك يا امال. يا ريت بتذكروني بس بجايزتها لامال يلي هي افطار 4 اشخاص من مطعم زنود الست باوتيل لانكاستر. بس امال ناصر قلتي لي من النبطيه، انت ومين موجوده معنا اليوم؟ انا ووالدتي. وين الماما؟ ماما يا ماما. انا قاعد
كله مع الماما. وين الماما؟ ماما يا ماما هلك وينها؟ لا هيدا البابا هيدا شاب. قلت له وينه الماما؟ طلع زلمه عم يعمل لي هيك. من البرازيل خسرتوا 7-1. ويلكم تو لبنان. هي برازيليه ولا بونس؟ بونس دياس تيسترانيو. هو بدي اعرفه. ما شايفين فيك من زمان من زمان. الله يخليك. مدام امل بنقول لك اهلا وسهلا فيك، بنقول لك رمضان مبارك لك ولعائلتك الكريمه. كثير شيء حلو، ان شاء الله بنضل هيك على طول. ان شاء الله هيدا هو اللي بدنا اياه. الجميع يا رب الخير. وعليك ان شاء الله. شكرا لحضورك واهلا وسهلا فيك. شكرا لامل ناصر، تحيه لها. في الشاب يلي كان عم بيردهم بدي اطلب منه يطلع لعندي. وينه؟ الشاب يلي كان عم بيردهم اذا في يطلع لعندي. اوكي بسرعه بسرعه يلا. ماما يا ماما تعال عندي. تعال تعال تعال. اهلا وسهلا فيك يا خيي، عندك معلومات قوية. ثانك يو. مظبوط؟ ماشي الحال. شو الاسم الكريم؟ محمد. محمد من وين؟ بيروت. من بيروت، اهلا وسهلا فيك وتحياتي لاهل بيروت. محمد خرج كيف لقى هالاجواء؟ خرج سوق عكاظ. ايه بيروح على سوق عكاظ. انه ما في سؤال ما جاوبتهم عليه. من امبارح كمان، امبارح قلت لي اشترك. هلا امبارح حتى كمان اللي صرخت؟ صدى انا كنت ايه. موين دو؟ هلا لقلك شغلة، وقت كنت عم بسأله لنقول الأسئلة يطلع فيك دغري تعطيه جواب. لا لا فيك تعطيه. ما انا كنت بس جيت لعنا صار نقوله وينه؟ عليك عليك. لا بس جاوب. جاوب اكيد جاوب. كنت عم صرخ من هنيك. بوجودك كمان بس ابتداء من بكره اوعى اشوفك هون. اوكي. تاخذ معنا جائزه كمان، جائزه طرديه من محلات احمد ناجي فارس. مبروك مبروك لك وثانك يو لحضورك. بس ابتداء من بكره اوعى تخليني اشوفك. اهلا وسهلا فيك احمد، شكرا لحضورك. مين معك من الشباب؟ اهلاتي فوق. اوكي وينون اللي بيطلع هو ذاته اللي عملنا هذيك الساعه ماما. اوكي اهلا وسهلا يا احمد. وينون وينون وين صوات وين وجوه وينون. نقول طبعا بده يسمعنا شيء هلا قبل ما نطلع بريك، بس بدي اقول كمان انه نقول القصه اليوم يعني شرفنا من بعد ما كان شوي عنده زكام قوي. نعم. بدي اقول لك الحمد لله على السلامه. شكرا. لانه مرقت بجريب قوي ف ولا ازال ولا تزال. نعم. وموجود معنا اليوم. وشو معقول تسمعنا هلا هيك للجمهور الموجود معنا وكل اللي عم بيتابعونا؟ مش ماما مش يا ماما. اوكي نجمات. يلا بدي اسمعكم شقفي من غنيتي جديدة. بس هيدا اللي بدي صحة. اوكي. صحة. احكي شوي. فنقول القصة بهالأوقات بهاللحظات عم يسعود. بدك نطلع بريك ومن بعدها بنسمع. ايه. اوكي. فإذا مشاهدينا بريك ونعود بعدها لمتابعة نازلين على الساحة مباشرة من ساحة النجمة، خليكم معنا. وأنا رح أشربها.
مشاهدينا عبر تلفزيون مستقبل، منرجع معكم من ساحة النجمة، الساحة الحبيبة على قلب الكل. خلصنا هلأ من شوي، خلصت جولة الرئيس الحريري هون بقلب ساحة النجمة. مثل ما شفنا اجا وتجول بهيدا المكان هو وبرفقه الرئيس فؤاد السنيورة. شافوا كل المحلات، شافوا الأجواء الحلوة، شافوا العالم قديش مبسوطة. جربنا ناخد حديث منه وكان وعدنا بحديث، ولكن مع تدفق الناس، وطبعا هيدي أكيد من محبة الناس لقلهم، كلهم جربوا يقربوا ويسلموا عليه وياخدوا صور السيلفي مثل ما عودهم. ما قدرنا كتير نوصل لحده، طبعا هو فات على كل المحلات، شرب قهوة من المحلات وطلع على كل الأوضاع وهيدي السهرات الرمضانية يلي عم تشهدها العاصمة بيروت، وتحديدا هيدي الساحة العزيزة على قلب الجميع. بعدنا هون، السهرة بعدها مكفاية، وصحيح نحن بنخلص على 12 ولكن السهرة عم تستمر للفجر، لا في سحور مستمر والسهرة والأجواء كلها مكفاية معنا. حنشوف شوي أجواء الناس هون، مبسوطة مش مبسوطة، خبرينا كيف لاقي لهلا. أول شي بونسوار ورمضان كريم على الجميع، و يعني هي احلى شيء معقول يصير بلبنان. نتمنى على كل اللي عم بيشوفوا ينزلوا يشاركوا، لانه ان شاء الله يكون هذا الفضل، هذا الشهر الفضيل بدايه خير لنرجع نحيي بيروت من اول وجديد، لانه بتستاهل. وينعاد عليكي كمان. هون كان في المدام بدها تقول كلمه، قد ايه مبسوطه؟ كتير مبسوطين، عايشين أجواء عائلية، قاعدين مع أصحابنا. السنة بيروت غير، رمضان غير. شكرا سعد الحريري لأنك رجعت الحياة لبيروت، لأنك رجعت الحياة لوسط بيروت. نحن بدنا بيروت تضل هيك، تضل جامعة الكل وحاضنة الكل، وبنفس الوقت تستقبل كمان إن شاء الله السياح بالموسم الصيف. بيروت تستاهل منا هيك وأكثر. شكرا كثير لك. كمان بدنا نلفت انه في عدد كبير من السياح هون بساحة النجمة من الدول العربية كلهم، هيدي مثل ايام زمان، مثل ما كانت هون ملتقى السواح كلهم سوا من الدول العربية. هون رجعوا هلأ، هيدي الثقة بلبنان يلي رجعها الرئيس سعد الحريري، خلت العالم كلها ترجع. هلأ مع المحطة اليومية مع صديق البرنامج هلال. وينك يا هلال؟ هلال معنا هون، بدنا نوزع بس الهدايا. هدايا اكيد تقدمي من كاينز ستورز للبرنامج. هلال يا هلال، هلال مشغول بالصور. حبيبي اللي شو اسمك؟ اسمي جاد. جاد مبسوط؟ فاذا هيدي هي الاجواء مثل العادة هون منشوف. هلال، هلال ما عم بتساعدني انت. هلال بدنا نوقف تصوير مع الناس وصور سيلفي ونشتغل. شكرا ناهد يوسف، يعطيك الف عافيه. وسلمي لنا على هلال اكيد وكل اللي حواليك بالمطاعم وبالمقاهي، ولينو رمضان كريم. مكملين احنا وياكم، كنا بدنا نسمع من الاولى القصه قبل البريك، صار وقت هلا نرجع نسمع منك. بس في عنا بس موضوع السياره، في عنا بختام شهر رمضان المبارك رح نقدم سياره رونو داستر موديل 2018. من هلا لوقتك كل يوم عم نطرح سؤال حول سياره رونو داستر مع ثلاث خيارات. أوكي. الاجابات تبعتوا لنا اياهم عبر الفيسبوك، وبكل يوم عم بيكون معنا فائز دغري مباشرة بنشوفه، وعبر الفيسبوك بيعطي الإجابة الصحيحة وبيربح معنا جائزة قيمتها 200 دولار مقدمة من عند جالوريس كاف. السؤال اليوم حول سيارة رونو داستر هو: كم خيار من المحركات يتوفر لسيارة رونو داستر 2019 بلبنان؟ ثلاث احتمالات: محرك واحد، محركين، أو أربع محركات. هودي هن الأسئلة، هودي هن الاحتمالات الثلاثة على السؤال: كم خيار من المحركات يتوفر لسيارة رونو داستر 2019؟ تبعتوها عبر الفيسبوك، وهلأ بعد لحظات قليلة بعد غنية نقول القصة منشوف مين الفائز معنا بإجابته الصحيحة. نقولة نولا نولا يا نولا. ماما يا ماما. عجبتني هيدي، علقت عليها. تفضل كلها سمع نولا. ما تغمضي عينك من مين هرباني، بيني انا وبينك
انت اللي غلطانة ما تغمضي عينك من مين هرباني بيني انا وبينك انت اللي غلطانة مش عارف تحبي مش هيك بيحبو مش عارف تحبي مش هيك بيحبو خبيت عن قلبي شو عامل بقلبو وما تغمضي عينك من مين هرباني بيني انا وبيني كريستينا غلطان خمسة تقريبا بتوقيت بيروت. مستمرين معكم باخر اجزاء من حلقتنا اليوم طبعا نزلين على الساحه مع ضيوفنا كريستينا صوايا اللي نزلت معنا على الساحه وطبعا الفنان الاولى القصه اللي نزل على الساحه معنا كمان. طبعا كان في عنا سؤال عبر حول السياره، كم محرك بيتوفر بسياره رونو داستر اللي رح تتقدم بختام شهر رمضان المبارك؟ هل هو محرك واحد او محركين او اربعه؟ الاجابه الصحيحه هي محركين. اما الفائز اللي بعت على الفيسبوك الاجابه الصحيحه بنشوف صورته على الشاشه مع اسمه يلي هي اسمها، يا ريت ترجعوا بتقولوا لي اسمها، ايمان عيتاني دريان. من قلها الف مبروك لك يا ايمان عيتاني دريان، بتكون ربحتي معنا جائزه قيمتها 200 دولار مقدمه من جاليري سكاف. مبروك لك. وهلا كريستينا ونقولا صار دوركم انتم تختاروا احد الاشخاص الموجودين معنا. ببدايه الحلقه طلبت منهم يتصوروا صور سيلفي ويبعتوها ان كان ببيوتهم او الجمهور الموجود معنا هون، صوره سيلفي من يلي عاملين لك ثلاثتنا سوا او الجمهور الموجود هون. وصلنا اكثر من 1200 واتساب مع الصور. اكيد ما فينا نعرضهم، رح نجرب نعرض كم وحده. وقت اللي بتقرروا سوا بتقولوا هيدي الصورة بيكون هو الفائز معنا اللي بتمرق على الشاشة. يعني هلا شو عم يمرقوا على الشاشة؟ هودي الصور عم نشوفهم من البيوت. اوكي، شوفوا كم شخص بعت لنا الصورة باعتين
تفرجي كريستينا شوفي صورك. شوفي شوف دغري بدنا ننقي هلا. هيدا بالبروتيل كمان بدنا ننقي دغري هلا. بدنا ننقي هلا بس جربوا نقوا اذا مرق معنا صور من الجمهور الموجود معنا هون. البنوت يلي عامله هيك بدكم تتفقوا سوا. طب كيف السرعه من ما بهيدا السرعه الفظيعه سريعين صح. خلينا عم نشوفهم على كل عم نشوفهم. انا برايي اول صوره بتطلع معنا من الجمهور الموجود معنا هون. اوكي هلا يمكن مأخرين لانه طلبنا هي قبل. بس هو عم يطلعوا من البيوت مش هيدي. اوكي هيدي, هيدي اول صبيه. لا خلينا نرجع لعندها. اوكي هيدي الصبيه اللي عم بتشوف حالها مصوره من وسط بيروت هون. أوكي. عم بتشوف حالها على الشاشه الكبيره او لا عم بتشوف رونو داستر. خلينا نفرجي صوره الصبيه اللي الفائزه معنا تنضم لنا على المسرح بعد البريك اذا لحقت توصل لعنا. بنقلها مبروك لها. مش عم تطلع الشاشه. مش عم تطلع. كيف بدها تعرف اذا هي ربحت او لا؟ خلينا نرجع نشوف صورتها على الشاشه لو سمحتوا حتى لها تشوف حالها وتعرف انه هي الربحانه معنا. اوكي عم نشوفها على التلفزيون. اذا في حدا يدق لها ويقول لها انت اللي ربحتي اذا عم تشوفوها اصحابها او قريبينها قالوا لها انت اللي ربحتي معنا جائزه. هي دعوه للافطار لست اشخاص بمطعم البوتي كافيه اللي موجود ايضا بوسط بيروت. اخر بريك بنختم من بعد حلقتنا مع ضيوفنا نقول القصه وكريستينا صوايا. مشاهدي تلفزيون مستقبل بنكون وصلنا معكم للجزء الاخير من حلقتنا مباشره من ساحه النجم بوسط بيروت باليوم الثالث من شهر رمضان المبارك. مره جديده دعوه مفتوحه للجميع تلاقونا يوميا طيله هالشهر الفضيل بوسط بيروت لتشاركوا معنا بحلقات نازلين على الساحه. قبل ما نختم حلقتنا مره جديده بنوجه تحيه لعناصر الجيش اللبناني على كل الاراضي اللبنانيه. تحيه لجيشنا الحبيب وايضا تحيه للجيش اللبناني سريه مجلس النواب يلي عم بيكونوا يعني عم بأمنوا الأمن وسلامة الموجودين معنا وفريق العمل. شكرا وتحية لكم من القلب نولا القصة. شكرا نعم. لحضورك معنا اليوم بهالحلقة المميزة يلي كمان شرفنا فيها دولة الرئيس سعد الحريري مفاجأة إلى وسط بيروت. نتشكر بدي عايد الجميع بدي عايد الموجودين واللي عم يحضرونا عبر الشاشة الصغيرة بالعالم كله واللي نقلنا لهم اللايفات كمان أنا وكريستينا. مش أول مرة بجتمع أنا وكريستينا كمان صرنا كذا مرة متلاقيين بعدة مقابلات. الحمد لله وجهنا خير على بعض يعني صرنا من يوم ورايح أي برنامج بدي أعمله بعدين خلص كريستينا والحاج كريستينا ونقولها سوا. بعيد الكل وبقول يا رب هيدا لبنان هيدا لبنان الحلو هيدا لبنان اللي بدنا اياه وهالايام اللي جايه لقدام ان شاء الله انا متامل خير باللي عم بيصير من انطلاقا مثل ما حكيت من الانتخابات وصولا هلا للتشكيلات ان شاء الله يا رب كل شيء يتسيسر لحتى العالم تتسيسر بهالبلد وينعاد على الجميع يا رب. وينعاد عليك نقول ومره جديده الشكر من القلب لحضورك معنا بهالحلقه المميزه واضفت عليها رونق للجمهور الموجود معنا بساحه النجمه وعبر شاشه التلفزيون. اذا بدكم فيكم تزقفوا لي يعني اكيد وانا كمان كريستينا صوايا الجميلة والممثلة والمقدمة والمغنية والمصورة كمان متشكر حضورك وختامة رح تكون مسك مع شكرا لك ميشو. ينعاد على الجميع مرة جديدة وأنا بدي أتمنى على الكل يا ريت هيك بهالشهر المبارك بهالشهر الفضيل نفتح قلوبنا ونجرب إنه نحب بعض ونتقبل بعض لأنه الإنسان بس يكون فيه محبة بقلبه بيقدر يتقبل كل الموجودين حواليه وبيقدر يكون عايش بسلام مع نفسه مع اللي حواليه. فأكيد أنا بدعيكم لهالشي وإن شاء الله بيكون شهر مبارك عليكم جميعا. كريستينا نورتينا اليوم أكيد رح نختم معك بأغنيتك الأخيرة صعب كتير بس بالختام بدي أتشكر طبعا فريق العمل فردا فردا بدي أتشكر محلات بليني وبدي أقول أنه ضيوف الحلقة حلقة بكرة الحلقة رقم 4 من نازلين على الساحة رح يكون المطرب صبحي توفيق والممثلة أن ماري سلامة رح يكونوا معنا على مسرح ساحة النجمة وطبعا اسمح لي ميشو للجميع ميشو أنه صعب كتير من كلمات وألحان وتوزيع المبدع جورج مارتينوس تربيان على أبو جريج. وصل لي أنا كادو اليوم بدي أتشكر لمارسيلينو ميرسي مارسيلينو على كادو كلك ذوق يا حبيبي مارسيلينو مشاهد دائم معنا لك على وأنا كمان بتشكره دائما بالحفلات شكرا لك شكرا وشكرا لكل الناس نعتبرها هذه مش بس من مارسيلينو من كل كلكم شكرا بس كانوا عم صوروا واحد تاني غير مارسيلينو رجعوا صوروا لمارسيلينو مارسيلينو علي إيدك بس لتبين على الكاميرا ايه مارسيلينو رجعوا صوروا لنا يلا مارسيلينو مارسيلينو شكرا للمشاهدين ختامها طبعا مع كريستينا صوايا او صعبه
كتير يا جماعة. أوه. كلنا سوا. الله تفضل. يلا جنّي